السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مع عدد من الفنانين التونسية الراحلة منيرة حمدي التي فارقت عالمنا اليوم الاحد عبر حساباتهما في موقع التواصل الاجتماعي لطيفة، ونعت المطربة التونسية لطيفة الفنانة الراحلة عبر حسابها في انستغرام: كما حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافي، كنت دائما سابقة في السؤال عني وعن أخباري، وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة دائما ربي، كما كنت تقولين عزيزتي منيرة أعز نفسي وأهلك وجمهورك في ريالة يوسف. نشرت الفنانة التونسية في ريالة يوسف صورة الفنانة الراحلة عبر حسابها في انستغرام وعلقت: الله يرحمك صدمة كبيرة، آخر كلام بينا كان من شهر يا خالوك يا طيبة القلب فيه الجنة إن شاء الله. الفنانة منيرة حمدي في ذمة الله. أمان السويس. نعت الفنانة التونسية أمان السويس الراحلة عبر حسابها في انستغرام وعلقت: بكل أسى وحزن تلقيت خبر وفاة صديقتي العزيزة الفنانة منيرة حمدي، وصوت من أحلى الأصوات التونسية، صدمة كبيرة ما كنتش على البال، الله يرحمها وينعمها بالجنة ويصبرها لها وزويها ويصبرنا على فراقها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.